بوتاسيوم، احنا هنصنع دلوقتي البوتاسيوم المعدل اللي هو عبارة عن ايه؟ عن ملح ابيض من اللي بيتباع في السوق. ملح ابيض اهو، نتأكد على حد ملح ابيض. ماشي، ماشي، هنضيف عليه ايه؟ نضيف عليه لون. ده يوريا، ده ايه؟ يوريا. ماشي، احنا المفروض دلوقتي هنصنع يوريا اللي هي ايه؟ كمام. قلب لي كده ماشي، بص حضرتك هنا التركيب الكيميائي: نيتروجين 20%، فوسفور. فبص حضرتك، مفيش اي حاجه من الحاجات دي هتنضاف. ماشي، ثانيه واحده، خليك معايا هنا، خليك معايا هنا. ملح شوف، تصنيع اليوريا كيماوي، مادة كيماوية بتساعد على ايه؟ نمو الزرع. مفروض ان هي اليوريا دي بتساعد على نمو الزرع، بس دي طبعا اللي احنا بنعمله ده مش يوريا. اللي بيتباع في السوق دلوقتي اللي هي السوق السوداء مش يوريا. شوية ملح على شوية لون. ماشي، ماشي، ثواني، معلش الملح ناشف شوية. يا سلام، سبحان سبحان المعز المذل، عالم بتجيب الجنيه عشان تموت ناس تانيين، وده يخش لك هايبر او سيتي ستار يجيب كل حاجات معلبة وحاجات جاية من بره عشان خايف يشتري حاجة مصرية، عشان عارف ان هو اللي مصنعها، مصنع السمن، بيخاف ياكل. بس كده الملح على شوية لون، احنا بنصلع ايه؟ اليوريا. انا مش خايف على ايد، مش خايف على ايد، بس عايز حد يحمي الاطفال اللي في المستشفيات، كل يوم ميت، كل يوم مريض بالسرطان. ده يا حبيبي، كده المفروض ان هو بقى يوريا. ده خلاص بقى يوريا، شوية ملح على شوية لون بقى يوريا. يا حلاوة، اليوريا دي اساسا هي مادة منشطة للزرع، بتساعد على نمو الزرع بسرعة وبتقتل الحشرات. لا دي ما بتقتلش الحشرات، بتقتل البني ادمين. بتساعد على نمو الزرع وسرعة الايه؟ الموت، بتموت بسرعة. سبحانك يا رب، الموت ده بتاع ربنا، بس ناس متعمدة ان هي تعيش ناس طول عمرها بعلة. اللي يبكي على ابنه عشان عنده السرطان، واللي يبكي على ابنه عشان عنده الكبد. ده بوتاسيوم؟ ده بقى حضرتك ايه؟ بوتاسيوم. يا تعالى بس خليك هنا معايا، معايا هنا. دي اليوريا خلاص اتصنعت. ماشي، وده ايه؟ ده زيه بالظبط، بوتاسيوم زي اليوريا بالظبط. شوف مرسوم عليه القوطة والخيار والبصل، كل الخضروات، وداخل هذا الكيس ملح على لون. الملح شوية، اللون ده يعمل ايه في الملح؟ اقلب لي كده. اتفضل حضرتك، اتفضل. سماد ورقي يحتوي على نسبة عالية من النفتالين. حرام، والله حرام، والله حرام. يحتوي على الأحماض الأمينية، يحتوي على الأحماض الأمينية اللي هي المفروض إن هي بتساعد على نمو الزرع. لا لا، اللي داخل هذا الكيس اللي شفتوه حضرتكم حضراتكم دلوقتي وأنتوا، هو بيصنع ملح على لون، ملح على لون، كلها مواد سامة، كلها مواد سامة. الملح الأبيض ده أساسا يعني اهو، ثواني،
ده تجار المخدرات ارحم ارحم، المخدرات ليها علاج، امال ده ملوش علاج. لما تلاقي الشاب عنده 10 سنين طفل، مش شاب، عنده 10 سنين وبيرجع دم على ريق النوم، ليه؟ عشان كان خيارة بالليل. عشان كان خيارة بالليل، يعني الخيارة دي فيها ايه؟ فيها مواد سامة، فيها مواد سامة. شرحنا قدام حضراتكم دلوقتي الكيماويات اللي هي المفروض اللي هي منشطة للزرع، اللي هو اليوريا وال دي تعتبر عينة، دي عينة بيتعمل منها شكاير 20 كيلو و25 كيلو و50 كيلو لحد 100 كيلو، ماشي، لحد 100 كيلو. شوية الملح على شوية اللون ب10 جنيه.